وإن كان البعد جغرافياً إلا أن لبنان يظل في قلب الإمارات بحملتها الإنسانية الإغاثية الإمارات معك يا لبنان، حملة إغاثية من قلب الإمارات وأبنائها الذين حضروا بشكل قوي صباح اليوم في إكسبو الشارقة لتجهيز وتجميع 10,000 طرد من الإمدادات الإغاثية للشعب اللبناني الشقيق. اليوم نحن مستهدفين 10,000 سلة غذائية طبية صحية، عندنا أكثر من 3,000 متطوع مثل ما قلت من كل فئات المجتمع وكلهم جايين تحت منصة الشارجة التطوعية. زخم متواصل لجهود الحملة التي تستمر فعالياتها في أسبوعها الثالث بمشاركة مجتمعية تبين التعاضد المجتمعي مع المتأثرين من الأحداث الجارية التي يمر بها لبنان الشقيق. هذه المساعدات لها كتير أهمية كبرى، لأنه في عنا أكثر 1,200,000 نازح بلبنان، عنا عدد كبير من الجرحى والشهداء بلبنان، وهالجسم الجوي اللي انقام من بداية الأزمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بتعليمات من صاحب السمو رئيس الدولة الله يطول بعمره، عطت الأثر الكبير على الصمود والاستمرار والتفاؤل بمستقبل أحسن للأطفال. لفتة إنسانية من المواطنين والمقيمين وجهات ومؤسسات الدولة الخيرية وصروحها التعليمية التي شاركت في دعم حملة الإمارات معك يا لبنان، لتظل الإمارات دار السلام الداعم الأكبر في مد يد العون لأشقائها في الشدائد والأزمات.